مساء الخير. بقلبي في حكي، ما هو بس عنوان أغنية لميادة بسيليس، هي عنوان لقصتي أنا معه. لما كنت مراهق سمعت الأغنية بشارع من شوارع حلب، سألت عن صاحبتها، قالوا لي هالمغنية حلبية واسمها ميادة بسيليس. قلت لهم كيف فيني أحصل على الألبوم؟ قالوا لي محل واحد اسمه شادوز بالعزيزية، بيطلع المحل لسمير كويفاتي. ومن وقتها حجزت أول نسخة من أغاني ميادة بسيليس وصارت محجوزة إلى مكانة خاصة بمكتبتي الموسيقية، مثل كتار منكم، كتار من اللي موجودين اليوم حضوراً أو اللي عم يشوفونا على التلفزيون أو اللي عم يتابعونا أونلاين أو اللي عم يسمعونا على الهواء. كل واحد فينا له حكايته الخاصة مع ميادة بسيليس. شباب الفرقة الموسيقية كلهم اختبروا العزف مع ميادة بسيليس، شباب الإضاءة، الصوت، كل الفنيين والتقنيين وكل العاملين بالدار بيعرفوا تماماً كيف كانت أجواء الحفلة الأخيرة لميادة بسيليس بأواخر 2019. بوقتها طلبت تكون هالحفلة مع الفرقة الوطنية للموسيقى العربية حصراً، وطلبت من المايسترو عدنان فتح الله يقود هالحفل. بوقتها كان عم بيعاني من عارض صحي، وهي كمان كان اشتد علي المرض. هي وسمير ما تركوه، وقفوا جنبه بكل الأوقات لحتى تجاوز الأزمة، وسوا عملوا حفلة كتير حلوة، وكانت للأسف الحفلة الأخيرة. بس اللي فينا نقوله اليوم إنه ميادة رجعت جمعتنا، وكأنها عطيتنا موعد، وكأنها قالت لو ما كنت موجودة رح تضلوا حاضرين ورح تضلوا تجوا على الأوبرا لتحضروا حفل لميادة بسيليس. رحبوا معي بقائد الفرقة الوطنية للموسيقى العربية المايسترو عدنان فتح الله.
خليك
ماشي ماشي ما تصحي غفلة دخلت من الكامل من المغلطان خلي كل شي ماشي ما تصحي غفلة دخلت من الكامل من المغلطان كل شي صاير قاسي ناقصنا حياة ضيعان هالعمر Mm-hmm.
تسكن شو مشينا مشينا وحكينا تارينا رجعنا متل ما بدينا عم تلغي ماضينا البعد وعايش فينا عم تنسى وكأننا لا رحنا ولا جينا أحلى شي فيك المعلقني فيك إنه كسبك بيتسبك
لو غبت ومشيت بهالدنيا الغميقة، لو تهت ونسيت قصتنا العتيقة، لو رحت وغبت عني رح ضل بهالعمر غني دنيا ما فيها.
أسررت صار لك زمان بعيد والعمر مشوارت نعيد الحكي من جديد قصة هوى أسررت راح الكل وحدي أنا بيه يمكن رحت وفيت يمكن ضاع ونسيت ولو رحت وغبت عني رح ضل بهالعمر غني واسمعها الصدى دنيا ما فيها حدا رح غني وضل غني ابقى
احملني على جناحك وطيرني لأبعد سما.
سلام على الروح يوم الغياب وقلب عليل ضناه العذاب. مضيت إذن يا حبيبة عمري، سقى الله أرضك دمع السحاب. بقية عمري اشتياق إليك، لكل تفاصيلك الرائعات، وصمت المسارح شوق لصوتك، يشتاقك اللحن والأغنيات، لأنك أنت اكتمال الجمال وفيض البهاء ومعنى الحياة. يموت الكلام فماذا أقول؟ أرثيك كيف يكون الرثاء، وكيف أمزق أوتار قلبي وأنزع من مقلتي الضياء. ولكنني سوف أتلو صلاتي ليبلغ صوتي عنان السماء. أيا كل عمري ويا روح روحي، وداعا وداعا
إلى أن يحين اللقاء. إله زمان ما قعد ورا البيانو يلي تعود إنه يرافق ميادة بكل حفلاتها وعم يعزف جنبها. كتير صعب عليه يشوف الأغاني يلي انكتبت كلماتها وانغزلت ألحانها عم تتغنى هي مانا موجودة. بس مين قال هيك؟ ومين قال إن مانا معنا اليوم؟ ومين قال إن ما عم تقله بكل وقت وبكل لحظة؟ سمير ولا مرة توقف موسيقى، ولا مرة توقف موسيقى كرمال ميادة واللي بيحبوها، ولا مرة توقف موسيقى. لأول مرة رح يرجع على هالمسرح، رحبوا معنا بالمايسترو سمير كويفاتي. Thank you.
يمسي، ما بعرف إذا بقدر يمسي الحقيقة. أنا اليوم أول يوم على هاي الخشبة بوقف لحالي، بس تضح لي إنه مو لحالي، معي أحلى شباب وأحلى مايسترو. بدي أشكر وزارة الثقافة الممثلة بمعالي الوزيرة دكتورة لوبانا، ممنونك جدا على كل شيء. بدي أشكر سلفا أستاذ رامي مارتيني، ممنونك على كل شيء، رغم أنه هي بدي أفشي سر أنه بمعية دكتورة لوبانا ومعية أستاذ رامي رح تنعاد ينعاد الحكي بحلب بلد لميادة. يعني بدي ما أطول، لأنه أنا يعني ميادة كانت تقلي شغلة، كانت تقلي تحترم شغلتين أقدس شيء عندها هي هالمكان والكنيسة، تقلي إنه هاد مثل الهيكل والصالي مثل الكنيسة. فأنا بتشكركم على هذا الجناز الاحتفالي الرائع والقداس الظريف اللي أنتوا شرفتوني فيه. بدي بحاول كمان ما أطول، في كلام كتبه طبعا مشكور الأستاذ تريد على القصيدة الرائعة اللي انقالت بصوت، ما بدي أقول هذا الإعلامي اللي بنحبه كلياتنا الأستاذ باسل محرز، صوته بيضل له وقع خاص عنا نحن. شكرا للأستاذ تريد على القصيدة، الأستاذ هيثم لبين ما الشباب يركبوا الفقرة التالية، الأستاذ هيثم حسن اللي سمعني بالكنترول بأحد الحلقات التلفزيونية عم بحكي قصتي أنا وميادة، فعطاني كلام لحنته بس ما رح غني أنا، رح يغني شاب من هالكرة، شاب حلو كتير اسمه فادي زرقاء. رح طبعا يرافقني بالإضافة للفرقة الرائعة مارلا صحناوي على الفليت والأستاذ محمد نامق على التشيلو. وبدي أشكر اللي عمل هالصور الرائعة وهالأفلام الحلوة لميادة باسمي وباسم روح ميادة. بدي أشكر نادين الهبل على الفيديو الظريف اللي عم نشوفه. بدي أشكر أستاذ شادي مارين على الإضاءة، الأستاذ نضال قسطون على الصوت، ما بإمكاني أعدد، بخاف أنسى حدا. بدي أشكر أول وأخيرا كمان برجع أقول دار الأسد للثقافة والفنون اللي هي بيتنا الأول والثاني بهالبلد. شكرا لكم، شكرا أن تحملتونا. وأخيرا بس اسمحوا لي بآخر كلمة، بدي حيي حدا ما تركنا ولا ترك ميادة بفترة مرضة أبدا، كل يوم كان يدق تليفون ويسأل عنا ويجي لعنده، بالإضافة أنه كان يناولها بس كان يناولها جرعة تفاؤل رهيبة، هو الأب الدمشقي الياس زحلاوي اللي أنا بحبه من قلبي. شكرا لكم جميعا، وشكرا مرة ثانية لهي الفرقة الرائعة وللأستاذ عدنان اللي ميادة كانت تحبه من قلبها. شكرا.
صار الكفن فستان حلو الكواكب تلتقي وتودع الإنسان حلو الأناقة بالحزن صار الكفن فستان حلو الكواكب تلتقي وتودع الإنسان بسمة على تم الفرح دمع وصلا ورهبان هيك العرس هيك الوفا بكنيسة الفنان بكنيسة الفنان
لحالك وباقي بالك، قاعد لحالك وباقي بالك، وفي عتم وخفقان ودم الحيطان ولا شيء عم ينشاف حبيبي. Oh,
يا هنم راجع والغير فوق اتجاه